بالتعليق يا أهل هلا موضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى السيد ناصر الفهداوي. أهلا بكم سيد ناصر. بداية، قمتم بحملة استهدفتم فيها مناطق مختلفة من محافظة التأميم، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة. حياكم الله سؤالنا كريم. أهلا وسهلا. هذه قدمت من قبل كادر منظمة أم القرى لغاية الإنسانية، وقدمت فيها المنظمة منح يعني مساعدات مالية مع هدية نسخة من القرآن الكريم على المدرسين المتطوعين للتدريس مجانا، وكذلك على الطلبة النازحين في هذه المدارس والثانويات الإسلامية المتوزعة في مناطق مختلفة من محافظة التأميم. شملت هذه الحملة مناطق مختلفة من المدينة وكذلك أخرى حتى في خارج مدينة كركوك. وشملت هذه الحملة هي المنح المالية والمصاحف الشريفة للتدريسين بواقع 23 مدرس تقريبا، وهؤلاء من المدرسين المحاضرين المتطوعين للتدريس مجانا في هذه الثانويات الإسلامية. وكذلك تم شمول الطلبة النازحين، تم تقديم يعني لأكثر من حضرتك فتحت هذا الموضوع لأنه حقيقة هو ما معتاد عليه أن تكون المنح سواء من منظمة أم القرى أو مع المنظمات التي تتعاون معها هي بشكل عام للنازحين أو المهجرين، ولكن هذه المرة أنتم استهدفتم المدرسين والطلبة النازحين، لماذا هذا التخصيص بالتحديد؟ هؤلاء المدرسين المحاضرين متطوعين بجهودهم، منهم أئمة وخطباء يعني متطوعين حسبة لوجه الله، ينتظرون يعني فرصة للتعيين في هذه المدارس، لكن منذ يعني تقريبا سنواتهم لم يشملوا بأي منح مالية من الجهات التي يعني المفروض تدعمهم. كذلك الطلبة هم من العائلات النازحة الذين جاءوا من مناطق مختلفة من محافظات العراق إلى محافظة كركوك وانتسبوا للدراسة في هذه الثانويات الإسلامية. هؤلاء يعني عائلاتهم مستنزفة بالكامل، منهكة ماليا بالكامل، يعيشون يعني ظروفا مأساوية صعبة جدا. وتأتي هذه الحقيقة الحملة لإعانة الطلبة بتهيئة المستلزمات لهم وتهيئة المنح المالية التي يستفيدون منها، وكذلك تستفيد منها عائلاتهم في بعض الشؤون. طيب أخيرا سيد ناصر، ما الخطط المستقبلية التي وضعتها المنظمة لرفع المعاناة عن النازحين في هذه المناطق؟ حقيقة النازحين يعني فئات مختلفة، منهم عائلات يعني نازحة قطنت المخيمات، ومنهم عائلات نازحة انتشرت في المناطق المختلفة في محافظات كذلك مختلفة. نحن شملنا في هذه الحملة 6 مدارس، اللي هي يعني 3 مدارس ثانوية للبنات وكذلك 5 مدارس ثانوية للبنين في محافظة كركوك. 12 ثانوية إسلامية، يعني نحن شملنا 6 مدارس. كذلك في الخطط المستقبلية يعني نحن في دراسة لشمول المدارس الأخرى. كذلك قدمت المنظمة يعني مساعدات مالية وكذلك حملات إغاثية بالسلات الغذائية لطلبة الأقسام الداخلية منذ سنوات، وآخرها يعني كان في جامعة كركوك لطلبة الأقسام الداخلية وكذلك طلبة الأقسام الداخلية في كلية الإمام الأعظم. كذلك المنظمة يعني أنشأت مدارس وأسستها وكذلك جهزتها بالمقاعد الدراسية وكل المستلزمات التي يعني تعين القضية العلمية. كذلك يعني المنظمة جهزت مدارس بمقاعد دراسية وحتى الزي المدرسي في المدارس المختلفة، ومنها مدارس المنتشرة في المخيمات. نثمن لكم هذه الجهود ونشكرك شكرا جزيلا السيد ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى.